هاي عرفنا البيت البيت مثل ما لكم شايفين حطيت البيت للبيع. عن جد للبيع؟ إيه عن جد، يعني ما بمزح معكم يعني؟ ليه؟ لأنه ما معي مصاري من الأخير. وين العيش؟ وين العيش؟ ماما وين العيش؟ أصدقاء والله ما بعرف وين العيش. أنا أجيت الفكرة. شو؟ نرجع بيتنا القديم. يا عمري بيتنا القديم استأجر. هاي نستأجر أوتيل. يا عمري أنا ما معي مصاري، رح أبيع البيت عشان أوفي ديوني. أنا عندي فكرة، نروح نعيش يوم كامل على الجبل. على الجبل؟ إيه والله ما بده مصاري أبداً، ما هيك؟ فكرة كتير منيحة، ونجرب ونشوف العيشة كيف هنا. إذا خرج الواحد يعيش منضل طول حياتنا هناك على الجبل. وإذا ما خرج بنرجع لهم. أوكي يلا مشي معي. يلا استنوا 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 إيش لناخذ اكلنا وشربنا معنا. يلا راح اعبي لكم انا السله وروح. اوكي يلا تعالوا نعبيها. هاي السله جاهزه، خذوا المويه حلوين. احمد تعال نمشي للسله. انا شايل بدي وانا جايبه مي وانا شايل طابه. احمد ما بينفع شيء بس طابته بشيلها. انا شايله مي. اوكي انا متحمس كثير لانه نحن ساكنين بمنطقه جبليه. هاد بيتنا وهون الجبل. ليك الجبل ما أقرب براس الحارة، لهيك قررنا نعيش يوم كامل فوق الجبل. بس على الغداء شو اللي ناكل؟ افطري وبعدين نفكر بالغداء. ليكو البيت ايش فيها فيوفة؟ ما خبت السلة. اختك بتساعدك. تعي بدو اساعدي على اختك. نطلع عدل العجلات ونطلع. انت كمان ما خرجك تتسلقي؟ وانا بساعدك. عفوفة اختك بتساعدك. هاتي المادة لأمك. هاتي المي. ايه تعي. شكرا لكم. ياف على اساس كنت خايفة. لا طلعت قبل فداء. اطلع سلا اطلع. ايه مسكوني احد يساعدني. هاتي استاكلي باول طلق. احمد خليك عندك هون. ليه؟ هون رح نرتاح ونمد لانه معنا اولاد صغار وانا تعبنا من الطلعة. حاج هون ساعدوني حبيباتي. جايبي شوك هون. انتبهوا للشوك. يلا مدي عمري. خلينا نبركوه لانه مش رح بطلوا علي. البيت وعلي تيعتلنا جوانه. بس ما وصلنا. يلا يا اولاد مين بده سندويش؟ مين بده كروسان؟ انا بدي كروسان. انا بدي كروسان. انا بدي كروسان. سندويش؟ اوكي عفوفه. وانا بدي كروسان. بدي كروسان. اوكي ويا بشو ما بدك شيء؟ لانه في اكلت بالبيت وطلعت. يلا معناتها بس انت وانا بدي مثل احمد سندويش. احمد هاي السندويش تخسر حزور. بايش ذكرتني بهاي السندويشه؟ ايام المدرسه. صح عن جد ذكرتني بايام المدرسه. بعد ما خلصنا فطور رايحين نحوش لوزات. ايه انا بحب اتسلق الجبل. يلا إذا أنتم بدكم تطلعوا على الجبل لازم تجيبوا سيارة بتطلعوا. ليه أنت ما جبتي سيارة وطلعتي؟ يعني استكشف. ثاني مرة بدها تجيب سيارة تطلع بيها. وما حكيتي لهم شغلة ثانية كمان. لازم يسمكوا. إيه. يلبسوا ثياب سميكة. إيه إيه. ما هيك؟ إيه. برد وهواء. يكون البرد في الجبل أبرد من تحت. عن جد. سيجارة اللوز بيها ولا ما فيها؟ فيها. طيب لوز ما نيابس. عن جد؟ ما كثير. هاي هي كو هاي هاي صغيرة هاي أحمد يابس. أسوي اليابة بيهم شوك. شوك إيش؟ والله بيهم شوك. يا أحمد بيدود. ياي مدود اللوز. لا ما هو كله. يا أحوش ما أنا مدود. دبو ها انا حشت ماندم بدي حبيبي. طب ما بتاكل تاخر شجره. تعي تعي الجبل مليان شجر لوز. لا تقعي لها طلعت على الشجره. شكرا. يعني ما هو لها عم تحوش لك. يا فردين مدودة. دبر عند فداء. هاي مدودة هدي هاي الشجره. تلي ما شكلها. لا هات افضل من هديك. خدي معها هذيك فيها شوك.
مش نرتاح بمكاننا؟ هاج اكلنا الطبيبه. خلصتوا اكل اللوز؟ ايه. ايش بدنا نعمل؟ نلعب طبيبه. نلعب غميضه؟ ايه. بالجبل غميضه؟ ايه. ولا تتخبوا؟ طيب طيب انا بي عندي لعبه كثير حلوه. ايش نلعب؟ لعبه سبع حجاره. ايش سبع حجاره؟ هاي كنا نلعبها لما كنا صغار. اوكي يعني ما كان في انترنت ولا كان في شيء ولا اي شيء كنا. لا ما هو هذا الحجاره. لا كان نجمع حجار، نجمع حجار لازم نسطحها. ايوه مثل هدول. لا لا حجار مسطح حبيبي، هيك يكون مسطح من الطرفين. يعني شلون؟ تعالوا مشوا انتوا، مشوا هيك هيك. تعال تعال تعال، تعالوا معي تعالوا معي. انا مثل هاي مثل هاي. ايه ايه لازم تكون مثل هاي. فرجيني وهي جمعنا الحجار، لازم كل حجار هيك مسطح شوي مثل هاي. ما فهمنا اللعبه. هي لازم تكون مسطحه اكثر من هيك، بس ما لقينا غير هدول. اول شيء قبل ما نبلش اللعبه بدنا نقسم لفريقين. احمد وانت اخواتك فريق، وانا فداء ويافا فريق. اوكي فريق مدافع وفريق مهاجم. انا مهاجم. اوكي مهاجم. المهاجم بده يشلف. تمسك الكره هاي، تمسك الكره. احسنت. إيه؟ ايوه يلا الفريق واحد من هذا الطرف بعده عن بعض. لا تشلف على الحجر، اذا هر الحجر إيه؟ بدك نحن نهرب وبشيل الطابه وبتضرب حدا بينا. اذا ضربت حدا بينا ومسكت الطابه لمسته عفوا بخسر. ايه والله بطلع برا اللعبه. ايه فهمت علي شلون؟ المسافه بين احمد وعفاف وهذا الحجر لتكون مترين او ثلاثه، ونفس الشيء الفريق الثاني كمان لتكون مترين او ثلاثه لتكون متعادلين. يلا واحد من ثلاثة. يلا احمد اشوطها بالايد. ما بتفرق بالاجر او بالايد. يلا اهرب. نحن نهرب. ما صار. ما صابت حدا. اوف انا حاج، انا ما عاد العب، انا بطلت. ماما بس لسه ما صار دورنا. يا عمري حاج صرنا ساعتين. سحبته 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 سحبته. المهم ما انت ما قدرت لنا ولا عرفت تضربنا. بس لحن وانت ما عمرته كمان. ما عمرته. ما عمرته خسرته. وانسحبته وانسحبته. وانتو كمان ما ضربتونا. انتو انسحبتوا. طب ايش رايكم؟ ايش بدنا نعمل؟ ما خايم. لا دورم دورم. خلص ما عاد نلعب. تعالوا تعالوا نشم مارشميلو. ايه 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 ايه. جمعوا حطب. يلا جمعوا حطب. وانا جبت هاي. جمعت. جمعتي؟ ايه. وانت هات؟ يلا هاتوا حطوا هون نشوف مكان عشان نشوي. خليل اجيب كمان. جمعوا جمعوا. اوكي. ايه عند اول مكان احد بيتنا كان مليان حطب. وهون كمان بي كثير حطب. اوكي شوفوا مكان مناسب عشان نشوف بمرشميلو. كي لقيت. وهي البنوتات الصغار جايبين المرشميلو والسياو والمعلقه حطين مكانهم. اوكي انت جايبه يا صغيره مرشميلو. اول شيء راح نشغل النار ان شاء الله تشغل معنا. دي جو هوا ما عم تشغل. هوا عم طفيها. إذا النار ما اشتغلت بدكم تاكلوها هيك من دون شغل. لا شوفوا هدول كمان ايش عم تعملوا؟ نلعب النجم. وهي نارنا واخيرا اشتغلت، بس عملوا خطه خطيره انها اشتغلت. حطوا حجر من هون، حجره كمان من هناك، وسدوا الهواء عنها انها اشتغلت. احمد استنى شوي بس خلي تشغل النار على السوا بعدين حط المارشميلو. يا سلام سيخففها بشهي. مشكل ملون. اي والله مشكل ملون. فداء عجبك المنظر هون؟ ايه. حلو ما هيك؟ شو رأيك نبيع بيتنا ونعمر بيت هون؟ ايه. فكرة حلوة ما هيك؟ فداء بتوافقني الرأي. والله المنظر كثير بيتنا أحلى. بيتنا أحلى. ايه بنعمر نفس بيتنا بس هون. خذوا كله كله كله. شهي. ايه والله بصير أحلى. كله كله. ايش بصير أحلى؟ إذا عمرنا نفس بيتنا هون؟ ايه كثير حلو. صحيح والله، والله المنظر خلاب. ما شاء الله. عفوف احط المرشميلا على الجمر. يلا مشان تدوب المرشميلا وتنشف. جابت انا. اوه بلشت تشتغل وتدوب. طلي صارت لونها بني. سلام. يا عفوف يا احمد وفداء رح يخلصوا المرشميلا اللي عندي وانت لسه ما بلشتي. طلي حطيها خليها تنشوى. هاي الشوي اطيب، وقت تحطها على الغاز ما طيبه بس الشوي اطيب. طعمة الجمر بيها اطيب. ايه فدوا على عطت اللي عندك ليافا. ما حبيتها. ييه
ما بتحبي المرشمل المشوي انت ليه؟ بحبه بس ما بحبه كتير. اوكي احمد بحبه كتير. عفوا فنشوت اللي عندك واخيرا واخيرا طعمه مها يمي يمي. ما حد راح يطعميني يعني؟ خدي. شكرا لكم. يمي يمي راح اكل ونرجع عليكم. احمد خلص اول سيخ وعم يشوي السيخ الثاني. كثير طيبه اللي عاجبني لهون. عن جد طيبه انا حبيتها. كم بتقيمها من 10؟ 10 100%. صحه والف هنا ان شاء الله. انا بقيمها يعني شيء 7.5. انا 100%. انا بقيم 10 من 10 لانه كثير طيبه عن جد. فدولة عم تبكي؟ لا لا انا ما بالشوكة. فدو عم تبكي لانه شكت هاي الشوكة. عادي مامي والله الشوكة ما فاتت بايدك على السوا. فرجيني ايدك فرجيني يا هاتي كان يا دبوت. ايه يا عمري هذول مهمات علي. مسكي حبيبي خلينا ناكل سناكات عشان احكي لكم قصة. ايش رايكم؟ طيب اوكي يلا حبيبي خلصوا اكل لانه رح تعدم العين. صار المغرب. أكلنا قصة اللي احنا عم ناكل. تكرم عينك. كان يا مكان في قديم الزمان كان بي أميرة تحب تلبس لون الزهري. كل لبسها لونه زهري. تيابها مشطها كل شي كل شي باللون الزهري. شعرها لون زهري. حباستها لون زهرية. ربطة شعرها لون زهري. كله باللون الزهري. بيوم الأيام ايش هذا الصوت؟ صوت كلاب. صوت كلاب كأنه قرب. بس بوطي ياك تعوا ما بيعملوا شيء. ياك تعوا ياك ما بيعملوا شيء. انا ما بدنا ما بدنا لك ما بيعملوا شيء. لك تعسى هذول. عفاف شالت فندرتها ومشيت فيان اللي تعفاف. تعالوا خلص رايح. ياك تعوا معي. لا تركوني لحالي. لك ما بتستنشق. انا كمان وهي بعد ما نزلنا من الجبل اتصلت علي اختي انه جايين لعنا رايحين نتلقاهم من الموقف. شوفوا هذوك الاولاد وينهم. وصلونا. ايش عم تعملي؟ عم تاكلي؟ لونكم ضالين على الجبل ومالكم هربانين؟ كان طالعنا هم معنا. طب صوت الكلاب بخوف. يلا صحي معك حق والله شي بخوف. هاي ليك ام وصلوا. يا ركاض يا فدوه. كمان احمد عنده قناه باليوتيوب تابعوه. رح نحط لكم رابط قناته بالتحت. تابعوه واعطونا رايكم بقناته بحكيات الحلوين. مرحبا. مرحبا. يا حاجته ما عاد نبيع البيت. والله اليوم رايح البيت ما عاد ينباع. يلا فوتوا على البيت. تعشوا كواي كبوها. لا احمد ما عاد نبيع البيت. فوتوا.